طيب لا يفوتنا طبعا ان احنا نستعرض قائمه الساده المرشحين اللي هنستمتع بيهم تباعا من ابتداء من الغد وحتى فتره الصمت الانتخابي قبيل انعقاد الجمعيه العموميه. زي ما قلت لحضراتكم فتح باب الترشيح كان 16 اكتوبر، لمده اسبوع تم تلقي الطلبات ثم اغلق باب الترشيح. تنازل الاستاذ خالد عبد القادر احد مرشحي عضويه مجلس الاداره، وكانت القائمة النهائية التي اعتمدها مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير ضمت السادة المرشحين. على منصب رئيس مجلس إدارة النادي ترشح الأستاذ خالد سليمان أبو العلا عيد والكابتن محمود إبراهيم إبراهيم الخطيب. الأسبقية هنا حسب ترتيب الأسبقية تقديم طلبات الترشح. على مقعد نائب رئيس مجلس الإدارة ترشح الأستاذ العمري فاروق محمد عبد الحميد العمري، ولم يترشح ضده أحد، ففاز العمري فاروق محمد عبد الحميد العمري بالتزكية نائبا لرئيس مجلس إدارة النادي. على مقعد أمين الصندوق تنافس أو ترشح كل من المهندس خالد عبد المحسن كامل مرتجي والأستاذ خالد محمد علي الدرندلي. الترتيب هنا أبجدي. ثم على مقاعد عضوية مجلس الإدارة في 10 مرشحين على مقاعد عضوية مجلس الإدارة، سيتم انتخاب 7 منهم. كانت الأسماء بالترتيب الأبجدي: أحمد نبيل عبد الحميد غيط، حسام السيد المتولي غالي، طارق حسن عبد المجيد حسن أنديل، محمد أحمد جمال ماضي أبو العزايم، محمد زكريا عبيد سراج الدين، محمد شوقي السيد إسماعيل، محمد عمر محمد عبد الحميد الضماطي، محمد محمود عبد العظيم الغزاوي، منار سعيد محمد التركي، ومهند مجد محمد عبد العزيز محمد. 10 أعضاء ترشحوا لمقاعد مجلس الإدارة فوق السن، سيتم انتخاب 7 منهم، بالإضافة إلى تحت السن لمقعدي الشباب فوق أقل من 35 سنة لحظة تقدم طلبات الترشيح. ترشح الخماسي الأستاذ عبد الله ضياء الدين محمد، والأستاذ عمر محمد ربيع ياسين محمد، والأستاذ محمد جمال عبد القادر عبد البصير الجرحي، والأستاذ محمد رأفت كامل مصطفى، والأستاذة مي عاطف عبد الفتاح حسن. إذن 10 مرشحين لمقاعد مجلس الإدارة السبعة، سيتم انتخاب 7 من العشرة، وسيتم انتخاب 2 من الشباب من الخمسة المرشحين وأمين للصندوق. وفاز بالتزكية الأستاذ العمري فاروق نائبا لرئيس مجلس الإدارة، وانحصرت المنافسة في الرئاسة بين الكابتن محمود إبراهيم إبراهيم الخطيب والأستاذ خالد سليمان أبو العلا. عزوف عن الترشيح شوية؟ لا، هدوء الواثقين. هدوء الواثقين، نعم. وروعة المتحدثين. ده هدوء الواثقين. هي من وجهة نظري هي أهدأ جمعية عمومية فيما يتعلق بجزئية انتخاب انتخاب الانتخابات، لأنه العدد يعني أما 10 والاختيار لسبعة وخمسة واختيار لاثنين وتنافس على منصبين فقط، فده دليل على ثقة الجميع في بعضهم. ثقة الجميع في بعضهم، يعني سواء الذين ترشحوا أو الذين تابعوا أو الذين لم يجدوا أسبابا كافية تدفعهم للترشح، لأنه خدمة النادي الأهلي دي مهمة عظيمة، مهمة ثقيلة. ما لم تكن قادرا على أن تكون متفرغا للأهلي تعطيه كل وقتك، فيجب أنك أنت تعترف أمام نفسك أنه لم يحن الوقت بعد، أو لم أعد أستطيع أن أكون على قدر مسؤولية تحمل مسؤولية إسعاد كل هذه الملايين المنتشرة لا في مصر ولكن في كل أنحاء العالم العربي، والآن في إفريقيا بفضل الحقيقة التطور التكنولوجي
اللي خلى متابعي المواقع الإلكترونية الخاصة بالنادي الأهلي وبقناة الأهلي ملايينية بهذا الشكل. يعني ما شاء الله ما شاء الله، إحنا في مكانة نتنافس عالميا على الصدارة فيما يتعلق بالإعلام الرقمي، اللي هو هيبقى جزء من حوارنا ده، ما نتحدث عن مستقبل العملية الانتخابية. العملية الانتخابية.